بين الحرب والجوع والأوبئة يكافح اليمنيين للبقاء. من جديد أصبحت اليمن على شفير المجاعة بعدما بلغت أعلى مستوياتها. بيان لبرنامج الأغذية العالمي نبه من أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية سيرتفع من نحو 3 ملايين إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021. البرنامج الأممي أشار إلى أن أعداد الناس الذين يواجهون هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي ستتضاعف 3 مرات تقريباً ليصبح 47 ألف شخص بين يناير ويونيو من العام المقبل. أما في محافظة الجوف فيعيش نحو 10 آلاف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريباً بحلول يونيو المقبل، بينما سيصل عدد الذين يعانون من ظروف قريبة من المجاعة إلى نحو 12 ألف شخص في عمران. ويبدو التدهور واضحاً في أروقة وغرف المستشفيات التي تعج بالأطفال. أوضاع الأطفال وأوضاع الناس في اليمن يعني وضع مأساوي جدا، ما زال الوضع متأزم، الأطفال يعني يرزحون تحت خط سوء التغذية، الحاد الوخيم والحاد المتوسط مع انعدام الأمن الغذائي في المرافق الصحية. الأمم المتحدة جمعت من المانحين نحو 1 مليار دولار من أصل 3 مليارات يحتاجها اليمن، ما أدى إلى وقف 15 من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياً وتراجع نسبة توزيع المواد الغذائية ووقف الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.